الشولدر ماسل في الشولدر. هنشوف مع بعض العضلات على اللاترال اسبكت وعلى الميديال اسبكت فوق السكاب. بالنسبه عندي العينه معايا هي احنا عملنا ريفليكشن للسكن عشان السكن موجود هنا كده عملنا ريفليكشن ليه. اول ما برفع اعمل ريفليكشن للسكن بلاقي عندي عضله موجوده تحت السكن دي العضله ديت بقول عليها الكيوتينيوس اومو براكياي ماسل. دي عباره عندي عن عضله تبقى موجوده تحت الجلد عضله جلديه مغطيه منطقه الارم هنا اسمها الكيوتينيوس اومو براكياي ماسل. كيوتينيوس اومو براكياي ماسل بعمل ريفليكشن للعضله ديت علشان ابدا اشوف العضلات اللي موجوده على اللاترال اسبكت او بتغطي اللاترال سيرفيس اوف ذا سكابولا. العضلات ديت عباره عندي عن عضله اسمها السوبراسباينيتس ماسل هي العضله دي. والعضله ديت موجوده اهي موجوده كرينيالي لو بصينا على الحبل بتاع الحيوان هي العضله دي ممتده على الكرينيال تبقى مليالي او بتعمل اوكيباينج للسوبراسباينس فوس اللي موجوده على السكاب اسمها السوبراسباينيتس ماسل. العضله دي اسمها السوبراسباينيتس ماسل. العضله دي بتاخد الاورجن بتاعها من السوبراسباينس فوسه بتاعه السكابولا وبتنتهي عندي على الكرينيال بوردر بتاعت او الكرينيال بارت اوف جريتر اند ليزر تيوبيركي اوف ايه اوف الهيومرس. دي بالنسبه للسوبراسباينيتس ماسل. عندي عضله ثانيه تبقى موجوده مليالي او موجوده في الفصه الثانيه اللي هي اسمها الانفراسباينيتس ماسل. عضله اسمها الانفراسباينيتس ماسل بتبقى مغطيه الانفراسباينس فصه تاخد الاورجن بتاعها من الانفراسباينس فصه وبتنتهي على الكودال بارت اوف الجريتر تيوبركل اوف هيومرس اسمها الانفراسباينيتس ماسل. دي العضله الثانيه يبقى دي السوبراسباينيتس ودي الانفراسباينيتس. الانفراسباينيتس بارشالي بتبقى كفرد بعضله ثالثه او عضله ثانيه اسمها الدلتويدس ماسل. يبقى في عندي عضله اسمها الدلتويدس ماسل العضله دي بتاخد الاورجن بتاعها من الابينيروزس كفرنج الانفراسباينيتس ماسل. يبقى اللي فيها المشرط دي الانفراسباينيتس ماسل بيغطيها فاشيه قويه جدا او جزء وتري جامد بقول عليه الابينيروزس. الابينيروزس ده بيدي اورجن لعضله بتغطي جزء او بقيه الانفراسباينيتس ماسل. العضله دي اسمها الدلتويدس ماسل وده جزء من الابينيروزس بتاع الانفراسباينيتس. يبقى دي عباره عندي عن الدلتويدس ماسل بتغطي جزء من الانفراسباينيتس ماسل وبتغطي جزء او بتغطي عضله كامله موجوده تحتها اسمها التيريز مينور ماسل. يبقى الدلتويدس ماسل الاورجن بتاعها بيجي من الابينيروزس كفرنج الانفراسباينيتس ماسل بتروح تعمل انسيشن من اسمها عند الدلتويد تيوبريستي بتاع عظمه الهيومرس تنتهي عند الدلتويد تيوبريستي بتاع عظمه الهيومرس هنا كده. لما بعمل الكفر او بعمل الريفليكشن ليها وارفعها بلاقي بقيه عضله الانفراسباينيتس اهو موجوده تحتها وبلاقي عضله كامله صغيره اسمها التيريز مينور ماسل اسمها تيريز مينور ماسل دي بتاخد الاورجن بتاع من ماسكولار لاينز موجوده على الديستال بارت اوف او الديستال ثيرد من الانفراسباينس فوسه وبتنتهي عندي على التيريز مينور تيوبريستي اللي هو دورزا للدلتويد تيوبريستي في عظمه او بروكزيمال للدلتويد تيوبريستي في عظمه الهيومرس اسمها تيريز مينور ماسل. يبقى تاني العضلات اللي موجوده على اللاترال اسبكت بتاع السكابولا او عضلات اللاترال جروب عندي عضله السوبراسباينيتس ماسل سوبراسباينيتس ماسل عضله الانفراسباينيتس ماسل انفراسباينيتس ماسل عضله الدلتويدس ماسل ادي الدلتويدس ماسل وبعدين عندي عضله التيريز مينور ماسل تيريز مينور ماسل. يبقى عضلات الشولدر قلنا اتفقنا هنشوف لاترال جروب وميديال جروب. اللاترال جروب اللي احنا قلناهم دلوقتي الميديال جروب نشوفهم مع بعض على العينه الثانيه. ايه اللي باين من العضلات او ايه من العضلات الموجوده على الميديال جروب؟ عندي عضله اللي هي دي تبقى ماليه فصه موجوده على الكوستال سيرفيس بتاع السكابولا بقول عليها الساب سكابولاريز ماسل. العضله دي كلها اسمها الساب سكابولاريز ماسل. يبقى ادي الساب سكابولاريز ماسل. معايا عضله ثانيه من ضمن عضلات الميديال اسمها التيريز ميجور ماسل. اسمها التيريز ميجور ماسل بينما اللي شفناها على اللاترال اسبكت كانت اسمها التيريز مينور. دي صغيره دي كبيره دي ميديال دي لاترال
يبقى دي التريز ميجور مصل، العضله اللي بتاخد الاورجن بتاعها من الكودا البوردر اوف سكابولا وتروح تنتهي عندي على التريز ميجور تيوبريست اللي موجود على عظمه الهيومرس. هنشوف ايه تاني من ضمن عضلات الميديال جروب. هنشوف عندي عضله اسمها كوراكو براكياليز مصل، عضله اسمها كوراكو براكياليز مصل اللي هي دي كلها، دي كوراكو براكياليز مصل، العضله دي بتاخد الاورجن بتاعها من الكوراكويد بروسيس في سكابولا، كوراكويد بروسيس في سكابولا، وبتروح تعمل عندي انسرشن على الميديال عند الهيومرس، تروح تنتهي معايا على عظمه الهيومرس. دي الكوراكو براكياليز مصر. دي بالنسبه عندي عضلات الميديا. في عضله اسمها الارتيكولاريس هيومري او كابسولاريس هيومري، نوضحها مع بعض بس في عينه ثانيه ان شاء الله. عضلات اللاترال جروب عباره عن سوبراس باينيتاس مصر، انفراس باينيتاس مصر، دلتويدس مصر، تريز مينور مصر. عضلات الميديا جروب سابسكابولاريس مصر، تريز ميجور مصر، تيرز ميجور مصل، تقولنا بتنتهي عن التيرز ميجور تيبريست بكومون تندون مع اللاتيس مصدر زو، هما الاثنين مع بعض بيروحوا ينتهوا عند نفس المكان اللي هو التيرز ميجور تيبريست. وكوراكو براكياليز مصل، كوراكو براكياليز مصل. الارتيكولاريز هيومري هنشوفها في سكشن تالي في عينه ثانيه. في النهايه هنشوف بالنسبه للاوريجن والانسرشن والاكشن بتاع العضلات اللي ذكرناه، هنشوفه في الجدول التالي.